السيد والي 708 حالة في مرور و1000 محقق، ولكن سجلنا 8 حالات وفاة. العالمي للحماية المدنية يشكل مناسبة لتذكير المواطن بالأهمية الجوهرية والقيمية للحماية المدنية وبالدور الحيوي للحماية المدنية كفاعل تنموي بالغ الأهمية في حماية مقومات الاقتصاد الوطني وفرصة للتعريف بالمهام النبيلة التي يطلع بها هذا الجهاز الفعال والحساس من أجل سلامة وحماية المواطن وأمن المجتمع.